أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير. نلتقي في الحلقة الأولى من 2022 في هذه السنة الجديدة التي نرجو وندعو الله تعالى أن تكون سنة خير وعافية وصحة وأمان. أيها الإخوة والأخوات متابعونا على صفحة نورسات الأردن وعلى فضائية نورسات، نقول لكم من عمان التي تغفو كل ليلة بعد أن تكتحل عيونها بقداسة المكان وقداسة الزمان، إنها التي عشقت قداسة عند النهر. في البدء كان الأردن الأرض والنهر والقداسة والتاريخ والنهر العماد المعمودية، حيث جاء يسوع من الجليل إلى بيت عبرة حيث كان يوحنا يعمد. هذه رواية لحدث أعظم. ميزة الأردن أنه أرض قداسة، وعند بقعة بيت عبرة على مسافة 30 دقيقة من هذه التلة العمانية، هناك سمعت كلمات السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. كشف، ظهر، اعتلن سر الله الواحد في الآب والابن والروح القدس. هنا السيد المسيح أيها الأحباء ولد في بيت لحم، أما المسيحية فقد اعتلنت هنا في هذه الأرض المباركة. فطوباكم أيها الأردنيون أنكم ورثة هذه الأرض المقدسة، ورثة المكان المقدس والزمان المقدس. بعد 2000 سنة تتجدد هذه الأعجوبة، أعجوبة الحديث بين السماء والأرض. في أفياء هذه الذكرى وفيما نحن نحتفل بعيد الغطاس، عيد الظهور الإلهي، يطيب لنا أن نأخذكم في جولة عبر المكان، عبر الزمان، عبر القداسة، إلى حيث كان يوحنا يعمد. سنذهب في هذا المساء هناك، وحتى نذهب رأينا أن يأتي إلينا من هو الذي يدير والذي يقدم والذي يتعب مع فريق كريم من أحبتنا في هيئة موقع المغطس. رحبوا معي في هذا المساء بالأخ والصديق عطوفة المهندس رستم مكيجيان. مساء الخير. مساء الخيرات أبونا. أهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. احنا سعداء أن تأتينا أنت هنا، وعندما تأتي رستم بيك أنت بتيجي وبتجيب معك المغطس، المكان، المغطس الهيئة، والمغطس هذا الحاضر الطيب اللي احنا بنعتز فيه. كم سنة لك بالمغطس؟ تقريبا 23 سنة ونص. بس ما شاء الله، ما شاء الله. أعتقد بركة من ربنا أنا خدمت موقعين. نعم. موقع مكاور، نعم، اللي استشهد فيه يوحنا المعمدان، موقع المغطس لأكثر من هناك قربة بينك وبين يوحنا المعمدان. 100% أعتقد فعلا زي ما قلتها هي بركة. نعم. وهي
بكل بساطة القديس يوحنا المعمدان تعلمنا منه كثير، وبنتشرف نقول أنا كمدير عام إنه مجلس أمناء هيئة الموقع المختص حافظ على البرية الوصف حاله يوحنا المعمدان عايش فيها. يا سلام. نعم نعم. فبنقدر بالنهاية نحكي عن بعض الآيات اللي بتذكر هذا الإشي، لأنه بدنا كل زوارنا صراحة يمشي بخطى سيدنا المسيح يوحنا المعمدان، يحسوا بالمكان. طريقة كلامك أبونا اللي بينبع من القلب هو قصة المكان. قصة المكان لا نستطيع أن نجملها بجمل بسيطة، لكن ممكن نبدأ بالقول أنه بدأنا بالعمل. إذا سمحت لي أبونا الحبيب أحكي من البدايات، كيف تم الوصول إلى موقع المختص حديثا، تاريخ الحديث. بأول أسبوع من شهر 8 سنة 1995 المرحوم الأب بيتشيريلو رحمة الله عليه، نعم، العالم الأستاذ الكبير الذي حب الأردن من قلبه وأعطى وكتب، استضاف سيدي سمو الأمير غازي بن محمد المعظم في جبل نيبو محل ما هو طلب يدفن ومدفون. وأقنعه بالوصول إلى موقع بيت عنيا عبر الأردن، محل الجغرافي لموقعنا الحالي. لأنه كان صعب إنه يوصل كونه الموقع كان فيها حقول ألغام، فطلب من سمو الأمير غازي يرتب الموضوع لا يقدروا يروحوا للمكان. فعلا تم ذلك بعد أسبوع، وتوقفوا أتل ماري الياس اللي حصلت فيه ثلاث أحداث دينية مهمة، ومن ثم مشوا وصولا إلى النهر مغامرين بحياتهم، لأنه كان هناك حقول ألغام في الموقع. الخبر وصل للمرحوم جلالة سيدنا جلالة الملك حسين، مباشرة أمر المرحوم جلالة سيدنا بتشكيل مجلس أمناء، حينئذ ترأس صاحب السمو الملكي الأمير حسن بن طلال المعظم. وهذه إذا بنحب نعملها نبينها بطريقة ثانية هي الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية صراحة، هي دي رسالة من رسائل الموقع المختص العظيمة. ومن ثم بال 1999 ترأس مجلس أمناء صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم، وليومنا الحالي مستمر بهذه الواجب بكل محبة وأمانة وأخلاص. وهذه صراحة رسالة عظيمة، مش فقط على الوصاية الهاشمية، الرعاية. أنا بذكر لما رشحنا الموقع ليكون على قائمة التراث العالمي، صاحب السمو الملكي كتب بالفورورد من مقدمة الكتاب ثلاث صفحات، آخر فقرة كانت فيها، اسمح لي أحكيها بترجمتي بلغتي العربية البسيطة طبعا، نحن الأردن برلمانا وشعبا وحكومة سنحمي هذا الموقع بالنيابة عن المسيحيين بالعالم لضمان الوئام بين الأديان، والتي هي رسالة عظيمة بنفتخر فيها بالأردن دائما. أبونا الحبيب، يعني البدايات مباركة، وهي تلك الصدفة التي جمعت الأمير والراهب. نعم. وواضح أنه الاثنين عندهم هذه الروحانية الطيبة وعشق للأردن وللمكان وللقداسة، ويعني إحنا نتشرف أنه نعرف سمو الأمير غازي حفظه الله الذي يتعب، الأمير العالم، أنا دوما أقول أنه الأمير العالم. وهذا الحس يعني من سنة 99 كانت فاتحة أعمال مجلس الأمناء لألفية الثالثة 100%. سنة 2000
سنة 2000 كانت الزيارة الافتتاح. مين افتتح؟ خلينا نذكر سيدي. أنا بعتقد إذا سمحت لي قبل ما نحكي على الافتتاح أذكر أنه عملية إزالة الألغام تمت بأوامر عليا. نعم. وجاء فريق من دائرة الآثار العامة وبدأ التنقيبات وتم اكتشاف عدة مواقع أثرية ممكن نحكي عنها بالتفاصيل. نعم. لكن رجوعا لسؤالك أبونا، أنا بعتبر افتتاح الموقع تم بيومين خاصات. أولا بالألفية 7/1 سنة 2000 لما كانوا الطوائف المسيحية كلها ممثلين بالأردن والدول العربية الشقيقة على تل مارلياس بحضور أكثر من 35,000 حاج من المملكة الأردنية الهاشمية ودول عربية شقيقة مثل لبنان وسوريا ومصر وإلى آخره، وتم إنارة 2000 شجرة 2000 شمعة عفوا. نعم. بتلك اليوم، وصادفت نفس اليوم بذكرها، صادفت عيد الأضحى المبارك. صحيح. أنا كنت هناك يعني. كنت نعم 100%. نعم. نعم. وبحب أذكر لاحقا بعد أقل من 10 أيام جلالة سيدنا حب وقرر احتفال بعيد الشجرة بموقع المختص. نعم. وحصل ذلك ب 16/1 سنة 2000. نعم. نعم. تم زراعة شجر نخيل من قبل جلالة سيدنا وجلالة الملكة، و باقي الشجر من طبعا أصحاب السمو الأمراء والرئيس الدولة إلى آخره في حينها. وأعتبرها بداية للافتتاح رسميا، لأنه اليوم التالي 17/1 سنة 2000 أول رئيس طائفة من العالم بالتاريخ الحالي بالقرن 21 زارنا، وكان الكاثوليكوس كاريكين الثاني. ايوه يعني هذا ارمني، رئيس الكنيسه الارمنيه. نعم نعم. لكن بامانه انا اقولها انه كانت، انا بعتبرها نوع من الافتتاح. وهي تصادف قبل عيد الميلاد بالضبط، قبل عيد الميلاد الارمني. نعم صحيح. جميل. وعيد الميلاد الارمني هو بيصادف يوم عيد ميلادي كمان. لكن بعد ذلك كانت زيارة جدا مهمة جدا من صاحب القداسة القديس المرحوم يوحنا بولس الثاني. نعم نعم. اللي كان له أثر إيجابي جدا على المملكة الأردنية الهاشمية. بنعرف إنه أكثر من 1200 مليون تحت مظلة الفاتيكان، والكلام اللي قاله قداسة البابا كمان لا ينسى. طيب. وتم إنارة 2000 شمعة كمان. نعم صحيح. وقداسته بتذكر يوميتها أمن كان له رسالة عظيمة. نعم. لما دخل كنيسة إحدى الكنائس بموقع تل مار الياس اللي ممكن بحب أذكر عنه قداسته وأهميته لاحقا. نعم. دخل إلى الكنيسة من الجهة الشرقية، وقف تحت قوس من أحد أقواس الكنيسة المرممة، وبارك الضفة الغربية من صحيح. نعم. تلك النقطة كنا هناك. نعم. نعم. ومن ثم أنا بشبهها زي القوسي. أيوة بالضبط. بارك الضفة الغربية ولف 180 درجة وبارك الضفة الشرقية. نعم نعم صحيح. فهذه رسالة أعتقد أنها جدا مهمة، أنه هذا الأرض المبارك المقدس زي ما ذكرت قبل شوي. صحيح. هو جزء لا يتجزأ وهام من الأرض المقدسة المباركة. نعم. مهندس رستم، يعني أنت تأخذنا، وهذا حنين يعني تحت عنوان الإنجاز وتحت عنوان السيرة، وهو جزء من الحنين، حنين الروح في هذه الأرض المقدسة. أنا يعني اسمح لي أن أذكر وأذكرك أنه أنا عمدت أول طفل ليث ابن فارس حنانية عمدته بعد من القرن الثامن حتى الألفية، لم يعتمد في ذلك الموقع أول طفل يعمد بعد هذه الفترة 12 قرن. وكانت قبل مجيء القديس البابا يوحنا بولس الثاني، لما جاء حاجا
إلى أرضنا المقدسة. يعني في البداية كان هناك حديث عن أنه المغطس وين المغطس، شرق المغطس إلى آخره. أنا يعني قبل أن تجيبني على أنه كان جهد يسجل لمجلس أمناء المغطس وبشخص سمو الأمير غازي الذي يعني كلفكم بأن تهيئوا وتنشروا Authentic Baptism Site of Jesus Christ اللي هو الموقع الأصلي الأصيل لمعمودية السيد المسيح. والآن يعني لم يكن هناك، كان في البعض يعني لا يريدون أنه أن يعترفوا، ولكن جاء هذا الاعتراف ومن كل كنائس الدنيا. نعم. إيش بتقول في هذا الموضوع حول قضية الاعتراف؟ سيدي أول شيء تعلمنا، إحنا جاوزناها بس انتصرنا فيها 100%، جاوزناها يعني، لكن كان ضرورة لأنه بعض الناس ليومنا الحالي آسف أحكيها أنه بتحاربنا. لكن تعلمنا سيدي من كتاب المقدس أنه نبني بيتنا على صخر. تعلمنا، وأنت مهندس يعني مهندس مدني أصلا، مهندس مدني. أنت بناء يعني ما شاء الله. وأنا خلي أضيف على كلمتك أبونا، أنا مهندس مدني للصدفة مختص بترانسبورتيشن ديزاين، طرق وجسور إلى آخره، لكن حقيقة بقولها اليوم عرفت الطريق إلى يوحنا. أنت أنا محظوظ، أنا محظوظ من ناحية أخرى بعتقد أنه نبني جسور بين الإنسان واللي هي كتير أهم من جسور الحديدية والسسبنشن، هاي هندسة الروح، هندسة الروح. فأنا عشان هيك بسمي حالي محظوظ ومبارك من ربنا، بركة من ربنا أنه بشتغل بأرض الأنبياء والرسل والقديسين والتوبة أيضا. يا سلام. فرجوعا لسؤالك المهم جدا، نعم أثبتت وتجاوزنا هذا الموضوع، لكن للتذكير فقط هناك 6 أسس بتأكد موقع عمات سيد المسيح الحقيقي. أولا الكتاب المقدس، ثانيا خريطة الأرض المقدسة في كنيسة سان جورج بمادبة، أنا بسميها أثمن خريطة فسيفسائية بالعالم أجمع. صحيح. وبشكر جدودنا المادبوية اللي قاموا بهذا العمل متقن ووضعوا عليها الخريطة كملة، أكثر من 150 موقع مذكورين بالكتاب المقدس. نعم نعم. وثالثا كون الموقع المختص موقع مات سيدنا المسيح كان طريق الحج المسيح القديم. نعم. بين القدس غربا وصولا إلى أريحة، وصولنا بيت عنيا عبر الأردن أو بيت عبارة عبر الأردن بيعتمد على الإديشن تبع الكتاب المقدس اللي بنقراه، وصولنا لجبل نيبو ومكاور إلى آخره. فالحجاج لما تركوا لنا بتوثيقهم ما شاهدوا بموقع المختص، وإحنا كنا محظوظين إن زارونا من القرون بدايات من القرن الأول وحتى القرن العشرين. نعم. فشاهدوا أمور تختلف. هلا بنزور موقع الاسبوع الماضي، بنزوره بعد اسبوعين، نوثق كلام بيختلف. فهذا اللي حصل، هذا كان جدا مفيد لنا. ورابعا كانت المكتشفات الاثريه، ولكن هناك زي ما ذكرت ابونا وحبيبنا الاعترافات الكنسيه من كل طوائف العالم. نعم. اعترافات برضو موثقه حسب الكتاب المقدس وامور اخرى. ولكن هناك أيضا سؤال أنا بتذكر سؤلته من المرحوم البابا شنودة، قال لي رستم أنت تقول هون موقع عمات سيد المسيح بس أنا مش شايف نهر الأردن. في عنا إثبات، في عنا بروفيسورة من ميزوري يونيفرسيتي اسمها تينا نايمي، بروفيسور بالجيولوجيا والأركيولوجي. نعم. ذكرت أنه نهر الأردن تباعد عن موقع الحقيقي الأصلي، it meandered away. والسبب في ذلك الموقع مات سيدنا المسيح في هناك بقايا 5 كنائس فريدة بتصميمها، وذكرت كل واحدة منها بدقة ووصفت من قبل الحجاج اللي زاروا الموقع. نعم. طريق الحج المسيحي.
لكن كمان ضروري بالكتاب المقدس نعرف إذا أنا بذكر يوم أبونا شخصيا كان معك تشابلن من أمريكا كان بقاعة كبار الزوار زوجات سفراء المملكة من الخارج فاعتذرت منهم قلت لتشابلن بطلب من كبير المرشدين الدينيين لواء تقاعد بالجيش الأمريكي نعم صديقنا الجنرال رذرفورد تذكر الأسماء نعم طبعا 100% وأنا بذكر كانت بمعيتك وذكرت لها آيتين من الكتاب المقدس قالت رستم أنا كنت طول حياتي أعتقد أن سيد المسيح تعمد بالضفة الغربية آيتين فقط أنا ما أعرف أنه سيد المسيح بدون ما أزور المكان تعمد بالشرق طبعا إيش هم الآيتين ذكرتهم نعم إذا عرفنا وين بدأ يوحنا المعمدان رسالته بكل بساطة صحيح بدنا نعرف وين سيدنا المسيح تعمد لكن مش بكل بساطة طبعا الآيات تؤكد ذلك أكيد لكن نعرف كلنا أنه يوحنا المعمدان إجا بروح وقوة إيليا النبي نعم إنجيل لوقا إصحاح الأول آية 17 بتأكد ذلك نعم صحيح مثال ولكن من هو إيليا حسب سفر الملوك الثاني إصحاح الثاني ألم يأتي إيليا لنولد بلستب عجلوني من عجلوني من عجلوني من أقربائنا ألم يأتي بآخر يوم من حياته بأمر من ربنا نعم من أريحة قطع النهر بمعجزة صحيح مع تلميذه ليشع وصعد إلى السماء بعربة وخيل من نار نعم وتلميذه ليشع استلم النبوة لما إيليا صعد إلى السماء بواسطة رداء اللي نزلت وبمعجزة قطع إلى أريحة ضرب رداء فلق النهر مشى على اليابسة قام بمعجزة أخرى فبكل بساطة يوحنا المعمدان حسب إنجيل يوحنا من الإصحاح الأول من آية 18 إلى 40 بلغيهم جدا مهمات لأنه لتوثيق ثلاث أربع أمور معا أولا لما سئل يوحنا المعمدان أنت إيليا أنت المسيح قال أنا صوت صارخ في البرية عاد بطريق الرب قوم سبله فإذا ما قلت برية يوحنا المعمدان أولا هناك آيتين بالكتاب المقدس بأكدوا أن البرية زي ما بنشاهدها اليوم على الأقل أولا متى الإصحاح الحادي عشر الآية 7 و8 لما سيدنا المسيح بيسأل التلاميذ لا عفوا بيسأل الجموع the mob بيسأل الجماهير بيسمعوا وعظة سيدنا المسيح ماذا أنت ذاهب إلى البرية تشاهد أقصبة تهجر الرياح أم إنسانا يرتدي ملابس من حرير بعدين سيد المسيح لما جاوب سؤال الشخص قال اللي بلبسه ملابس من حرير بعيش بالخسور يوحنا المعمدان كان يلبس وظل الإبل البرية. فالقصب اللي ذكره سيدنا المسيح بالبرية الوصف مش موجود إلا موجود ليومنا الحالي نعم إلا هون ولكن في إنجيل متى الإصحاح الثالث الآية الرابعة في نقطة جدا مهمة كمان لما نعرف أنه يوحنا المعمدان كان يأكل عسل البري والجراد هناك نبتة جنب المغارة اللي عاش فيها يوحنا المعمدان اسمها الينبوت بالعربي باللاتيني بروسوبس فاكتا هي مكان معيشة النحل The Natural Habitat for Bees فبكل بساطة بنشوف يوحنا المعمدان عايش بمغارته بعمده هذه بيئة يوحنا هذه بيئة وبرية يوحنا اللي حكاها نعم 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 كمان بنشوف نخيل خريطة الأرض المقدسة نفس الموقع فيها نخيل نعم. فأنا لهذا السبب كوني مدير عام بحب بكل أمانة ما نزرع شيء ثاني غير المزروعات اللي بنعرف إنه كانت بموقع المختص فترة سيدنا المسيح يوحنا المعمدان هو يعني الواضح والأكيد أن السند الأهم والأقدس هو سند الكتاب المقدس 100% عندما يقول الكتاب المقدس أنه عبر الأردن تعني إلى الشرق ولما لما يتحدث الكتاب المقدس كنا نسمع ونصغي ونطيع وهذه بركة أعطيت لأرضنا الأردنية
أنت تحدثت عن 2000 وصلنا لسنة 2000 افتتح، من بعدها بدأ عندنا كل سنة الحج المسيحي. نعم. وإحنا أسميناه الحج المسيحي الأردني 100%. وكانت البدايات، والبدايات كانت جميلة، وزي ما تفضلت أنت كان يحتفل بيوم حج مسيحي أردني، وأصبح هذا شاهدا على وحدة المسيحيين. وبالأردن إحنا كلنا وحدويين، يعني الأردن لا يحب إلا الوحدة والتوحيد والاتحاد، هيك تركيبة الأردن. فيعني كم يكون جميلا عندما نتوحد في المغطس، نكون معا، يعني المغطس بوحدنا، الآب والابن والروح القدس إله واحد، وكلنا بكل ألواننا جميل أن نكون واحد. لننتقل إلى موقع المغطس، الموقع العام، في كنائس، في كم كنيسة في الآن؟ صراحة قبل ما أحكي عن الكنائس الحديثة، أنا سؤالك يعني شقين له. أنا بتحكي عن الحديثة مشان نرجع للأثرية. أوكي. الكنائس الحديثة الفعالة المبنية منتهية من بنائها. نعم. هي 4. نعم. كنيسة الروم الأرثوذكس كانت أولها. نعم. اسمها كنيسة يوحنا المعمدان. نعم. وافتتحت من قبل ستي سمو الأميرة منى الحسين. منى الحسين. هذه كمان رسالة لمنقول الرعاية الهاشمية، كل العائلة الهاشمية. نعم. برعاية جلالة سيدنا طبعا. ولكن من ثم تم بناء كنائس أخرى مثل كنيسة اللوثرية. نعم. والكنيسة الأرمنية. نعم. وبيت الحج الروسي. نعم. وهناك كنائس تحت الإنشاء. نعم. نعم. أكبر كنيسة لللاتين بالشرق. نعم. الأوسط. نعم. كنيسة التالوت المقدس. نعم. وهي بقدر أقول أنها قاربت من الانتهاء، وهذا خبر جيد إن شاء الله. إن شاء الله. حتى تصميمه أنا بلاقي من أفضل تصميمات الكنائس بالعالم، مش بس بالأردن، لأن تصميمها إذا بنطلع عليها من بيرز آي فيو كبلان كمسطح. نعم. نعم. بنشاهد أنه مصمم كشكل عصات الراعي، ومن نهايته في 12 شابل، وبالنهاية في الكنيسة الأم. بمعنى آخر الرعية تأتي من خلال 12 تلميذ. نعم. إلى الكنيسة الأم سيدنا المسيح. نعم صح. ففعلا تصميم أنا شخصيا بلاقيه تصميم وحيد، يونيك، فريد. نعم. لكن هناك كنائس أخرى قدمت للبناء طبعا. هناك سؤال كل الكنائس المعترف فيها هنا لها أرض بشيك؟ نعم صحيح. هيئة موقع المغطس لما تعطي أرض بتدفع الكنائس مال، فلوس، مصاري أو كذا؟ سؤالك مشكور عليه. نعم. أبونا بقدموا رؤساء الطوائف لمجلس أمناء هيئة موقع المغطس، يتخذ قرار بذلك، ويتم تخصيص أرض حسب الجالية وكبرها. فمثلا الروم الأرثوذكس لكنيسة طبعا إلها بموقع المغطس ككنيسة روم بالموقع اللي بحده المغطس حوالي 950 دنم مسجلة باسمها. نعم. لكن إذا أخذنا كنيسة اللاتين مسجل باسمها 30 دنم، لأنه مجلس أمناء بعد ما يوافق على القرار بتم تقديم مخططات لبناء الكنيسة المعينة. نعم. والمجلس الأمناء برئاسة سيدي سمو الأمير بدقق أن المخططات تكون تقليدية لأي كنيسة. مثلا أنا مش عشاني أردني من أصول أرمنية، بس بدي أذكر تصميم الكنيسة الأرمنية. طيب. نعم.
القبة تبعتها معروفة عالميا، نعم نعم، لها تصميم مختلف متميز، وهذا طلب مجلس الأمناء. والسبب الأهم في ذلك أنه يكون زي ما تفضلت قبل شوي أبونا، أول شيء يتجمع كل المسيحيين في هذه الأرض المباركة المقدسة، لأن المسيحية لما بدأت سيد المسيح لما تعمد، نعم صح، لم تكن هناك الطوائف، المسيحية بدأت. نعم. فهون اسمح لي أضيف كلمة أخرى، ليس فقط بتجمع المسيحيين في موقع المختص، ولكن موقع المختص بجمع الإنسانية جمعاء. لأنه بكل صراحة الموقع أيضا مهم كديانة، بحكي لليهودية والإسلام والمسلمين، لأنه خمس الأنبياء ذكرناهم مذكورين بالقرآن الكريم كمان. نعم. فهي رسالة أيضا لتجميع الإنسانية وبناء جسور المحبة والسلام والوئام بين الأديان. صحيح. اللي أنت أبوها وأبونا في هذا الموضوع. العفو. كثير حلو جميل المغطس عندما تدخل مهابته هدوءه، هذه السكينة، ترى تنوع اللهجات، اللغة، الطقوس، كنيسة أقباط، كنيسة أرمن، كنيسة لوثرية، كنيسة بيزنطية أرثوذكسية، بيت الحج الروسي اللي فيه تشابل جميلة جدا، والآن عم نتحدث عن كنيسة اللاتين بازيليك كبيرة ضخمة جميلة. هذا التنوع داخل أرض المغطس يعطيه بهاء أكثر. بالمقابل يعني في التاريخ، في تاريخ هذا المكان المقدس، قداسته تظهر في الكنائس القديمة. احكي لنا عن الكنائس القديمة إذا ممكن. بس قبل ما أحكي عن الكنائس أحب أرجع أضيف كلمة بس بالنسبة للأرض كيف تعطى للطوائف. هي قرار مجلس الأمناء يصدر بذلك بدون مقابل، 100% بدون مقابل، لكنها تعتبر وقف لغاية بناء كنيسة أو بازيليكا أو كما تفضلت. هلا إذا بنحكي عن الكنائس الأثرية أو المكتشفات، كم كنيسة في عندنا ميجر كنائس رئيسة؟ نعم. أولا اسمح لي أقول هناك دير عتل مارلياس اللي حصلت فيه ثلاث أحداث دينية مهمة. نعم. صعود إلياء إلى السماء، استلام اليشع النبوة، وما عيشت يوحنا المعمدان بالمغارة بنفس المكان. نعم. هناك بني دير، دير متكامل اسمه دير روتوريوس، وبني أي سنة أي قرن هذا؟ من خلال كتابة موجودة بأحدى الكنائس. نعم. موجودة. نعم. فيها اللي بتقول الآتي: بهمة وعظمة سيدنا المسيح قام ببناء هذا الدير الكاهن المحب لله روتوريوس، فليبارك الله وليمنحه النعم. نعرف انه هذه الكنيسة والدير بشكل عام. نعم. بني بنهاية القرن الخامس الميلادي. نعم. بفترة الحاكم أنستاسيس الأول اللي حكم بين 491 ميلادي ل 518 ميلادي. نعم. هذا الدير بشمل ثلاث كنائس. نعم. بشمل برك تعميد، بشمل مكان معيشة الرهبان زي كل الأديرة الحديثة. نعم. ولكن موقع بنائها هو اللي أنا بشوفها الرمزية الكبيرة. لهذا السبب كل ضيوفنا، كل ضيوف جلالة سيدنا وسمو الأمير، ببلشوا الزيارة بموقع تل مار الياس اللي حصلت فيه الأحداث الدينية المهمة، وبتم الصلاة في المغارة اللي عاش فيها يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا عليه السلام. نعم نعم. هون كمان رسالة، حتى بعض أفراد العائلة الهاشمية بيصلوا عفوا ليلة القدر بالمغارة يحيى بن زكريا عليه السلام. أنا بحب أذكر هذا الموضوع لأنه إذا مش في مشاهدينا كمان، في زي ما قلت إنسان بغض النظر عن إيمانه لازم يعرف قداس المكان للجميع. نعم. هذا الدير زي ما قلت بشمل ثلاث كنائس. نعم. لكنه دير مهم، اختيار موقع بنائه هام جدا. ومن ثم إذا ننزل عبر وادي الخرار اللي وصفه الرحالة أنتونينوس من بيتشنسا إيطاليا سنة 750 ميلادي، سمى النبع نبع يوحنا المعمدان اللي أصلا بيظهر جنب غارة يوحنا المعمدان، مش أنا سميناه. نعم.
إذا نمشي بمحاداة النهر وادي الخرار بنشاهد بقايا كارفان سراي بيلغريم ستيشن، بيت للحجاج، نزل للحجاج، قوافل. نعم، لأنه الحجاج ما كانوا أيام زمان يجوا بسيارات، كانوا يمشوا مشي. فلهذا السبب كل حتى 5 إلى 10 كيلومتر كان في دير أو مجمع تخدم محطة لتخدم. نعم، نعم صحيح. نعم، نعم. تخدم هذه الحجاج. وحتى بمكتشفات الأثرية تلمس في هناك نظام مائي، تم اكتشاف مطارات فخارية كان الحجاج يستخدموها طريق حجهم. يعني أنت تتحدث، بديش أقاطعك، أنا مستمتع بحديثك، ومع أنه أنا المعلومات هاي عندي وبعرفها، وأنا يعني أزور وأحج إلى المغطس مرارا وتكرارا وكثيرا، بس يعني هناك شغف في التعلق بهذا الموقع. يعني أنت تتحدث بوصف وبحسك يعني فعلا بعشق للمكان. يعني بدي أسأل، معروف أنه في الأماكن المقدسة البعض عندما يعيش يعتاد على القداسة وبصير شيء روتيني، وفي ناس زي حضرتك يعني كل ما تحدث عن المكان بتحدث بشغف أكبر من المرة وبتعلق أكثر. يعني كيف تستطيع أن تشرك إخواننا وأخواتنا المشاهدين يعني حتى يعيشوا هذا التعلق اللي بأخذك إلى السماء؟ يعني كيف سيدي بقدر أعتقد أحكيها بجملة واحدة؟ نعم، هي بمثابة الإنجيل الخامس. يعني اللي بنقراب الأربع أنجيل الكتب بتشوفها بعيونك، كيف ما بتقدر تعشق هذا المكان والزمان والحاجات اللي حصلت فيه. أنا مرات أبونا كوني مهندس بقول ومختص بترميم الآثار كمان، بقولها دائما الأحجار بتحكي. في ناس مرات بيضحكوا علي، شو الأحجار بتحكي؟ نعم هي تتكلم، إذا أنت مؤمن بتحسها بتسمعها. وأنا بعتبر كل حجر هو عبارة مثابة كلمة، كل مدماك أو صف من الأحجار هو عبارة عن جملة، لكن كل مبنى هو قصة. لماذا بني بهذا المكان؟ أحسنت. يعني أنا كثير سعيد أنه أسمع منك هذا الوصف. إحنا انبسطنا لما اعترف بالمكان انه موقع للتراث العالمي. ايش بيعني هذا الاعتراف سيدي بعجاله؟ بيعني الكثير. اقول احكيها بصدق، انا دعيت لمكتب سيدي سمو الامير غازي بال 2013، وكنت بساعد المدير العام وقتها. قال لي رستم بدنا نشتغل على تشكيل موقع اقامه التراث العالمي، لانه بدنا نحافظ على الموقع للأجيال القادمة. فهذه جملة ما بنساها يعني، وهذا واجبنا نؤمن به، بنعمل به بقداسة. لازم نحافظ على الموقع. المحافظة على الموقع من أحلى الضمانات هي تسجيل موقع قام التراث العالمي. ولهذا السبب أنا بقول لضيوفنا، هذا ملك إلكو، هذا ملك للإنسانية جمعاء، ولكن احنا كأردنيين واجبنا نحميه ونحافظ عليه. يا سلام. فتسجيل موقع له ميزة هائلة. اسمح لي اذكر نقطة اخرى فادتنا كثير، اذا ندرس نعمل دراسة لاعداد الزوار بموقع المختص بالفترة السابقة. نعم، انا بعتقد شغلتين رئيسيات اثروا بزيادة اعداد زوارنا من بعد حدثين مهمات. أولا تسجيل موقع أقامة التراث العالمي بال 2015، وزيارة ثالث قداسة بابا إلى موقع قداسة بابا فرانسيس ب 24/5/2014.
لأنه نعرف أنا تعرف بالستاتستكس لازم تعمل دراسات معينة. أي. بتشوف إنه أعداد زوارنا من الكاثوليك ارتفع 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 ارتفاع هائل هائل. نعم صح. وأعداد زوارنا ارتفعت من 2016 اعتبارا من 2015 مقارنة مع 2015 16 17 18 19 ضاعفت 3 أضعاف. يعني كل سنة كانت نسبة زيادة لا تقل عن 25 إلى 30%، ولكن في سوء الحظ فاجأنا كورونا. أنا بدي أتوقف هون مع مدير موقع هيئة موقع المغطس. بدي أقول قبل الكوفيد 19 قبل الجائحة العدد كم عدد يا سيدي العدد صراحة أنا بعتبره متواضع. نعم. تقريبا 200,000 بدون احتفالات عيد الاغطاس. نعم. اللي بيجي أعداد هائلة زي ما بتتذكر. مين أكثر الجهات اللي الجنسيات اللي بتزور الموقع؟ هو هون سؤال برضو له جوابين، والسبب في ذلك إنه حتى لما صار الربيع العربي وال 2011 إلى آخره وهبوط الاقتصاد العالمي بأوروبا بشكل عام بال 2009 هو لما بصير حدث بين منطقة بيأثر على السياحة. نعم في نعم صحيح. أنا دراساتي كانت تأكد بال 2005 إنه بال 2025 راح يكون عددنا فوق 1,000,000 بس نسبة زيادة 15% بس فقط واللي هو مش رقم أو نسبة كبيرة، ولكن 3 أحداث أثروا علينا. صحيح. الاقتصاد العالمي، ما سمي بالربيع العربي، وكورونا. نعم. أعداد زوارنا نزلت كثير، لكن رجوعا لسؤالك المهم، نسبة كبيرة من زوارنا من أوروبا بشكل حوالي 40% بالأيام العادية مش الأيام. نعم. اللي ذكرناها من 40 إلى 50%، من أمريكا أكثر من 20%، أمريكا الشمالية واللاتينية وكندا من 20 إلى 25%، وروسيا هناك اهتمام هائل من روسيا لأعداد أو النسبة تعتمد طبعا على المواسم كمان، في هناك ارتفاع وهبوط من 6 إلى 10%. وهلأ من احنا كان لنا جهود نحكي عن قصة المكان بأماكن مختلفة من العالم، لأن قصة الحديثة لموقع المغطس هي حديثة، كثير ناس بعتقدوا كانوا أنه موقع تعميد سيدنا المسيح بالضفة الغربية. إحنا ما بننافس حدا، الوثائق تؤكد كل شيء. نعم. والموجودات تؤكد. إحنا الآن بعد غد هناك الطوائف الكاثوليكية. نعم. تحج إلى المغطس يوم 6 الشهر. احنا احتفلنا بعيد الظهور الى عيد لسه احنا في اجواء لسه في اجواء الـ 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 العيد. ما هي يعني ما هي علاقتكم انتم بجوة بوادي الاردن عبر الاردن جيرانكم قرايبنا احبائنا العدوان، وبعدين يعني اغلب موظفينكم انتم من اهل الغور صراحه، ونائبك اللي من حييه دكتور عبد العزيز العدوان من حييه عبر اللايف من حييه دكتور عبد العزيز العدوان اللي يمثل هذا الحضور الاردني المحلي الذي يؤكد على الكلام اللي تفضلت فيه انه رساله هذا الموقع المبارك رساله للإنسانية، نكهته مسيحية، قداسته مسيحية، لكنه هو للجميع. يعني وأرضه والأرض حول ما هناك تساؤل إنه في البعض يعني بتوقع إنه بس يجي على المغطس بده يشوف فنادق وبده كده. يعني أنا معك أريد أن أثني على مجلس أمناء المغطس وعلى فكر صاحب السمو الملكي الأمير غازي، وهذا كلام أقوله من القلب أبداً. إنه إحنا نشكر المجلس وسموه شخصياً بالذات
على أنهم حافظوا على مهابة المكان. يعني ليس موقع, هو ليس موقع استثماري, مش موقع تجاري, هذا موقع للعبادة. الأرض تسمع السماء والسماء تنظر إلى الأرض. لكن الحج لما بيجي عندكم إيش إيش بتقدموا له أنتوا لأهل الحجاج اللي بيجوا؟ يعني بدنا, لأنه بيأشروا لنا المخرج بيقول إنه إحنا يعني الحديث معك شيق, بس بدنا نسمع الأجوبة. سيدة, أولا بالنسبة للأدوان وهذا, أنا بدك صراحة عشاني بالموقع أكثر من 20 سنة, فبسموني زرت عدوان رستم مكجان الأدوان. أبو العزيز دكتور بسمي حاله رستم مكجان. هذه الألفة الأردنية, الألفة الأردنية, نعم, والرسالة بحد ذاتها. نعم, أعتقد صحيح. أنا بعتبر حالنا زي خريطة الأرض المقدسة في كنيسة سين جورج مادبا, من شكل هاي الرسمة البديعة الفظيعة المهمة, هيك تشكيلتنا بالمملكة الأردنية. ماشي. بعدين ثانيا ما ننسى أنه دستورنا الأردني اللي بحافظ عليه جلالة سيدنا هو الحقوق المتساوية للجميع, لكل مواطن أردني. إن حقوق علينا واجبات بكل تأكيد, لكننا متساويين. كثير دول بالعالم بدعوا الديمقراطية, أنا باعتقادي المتواضع بدعوا الديمقراطية, ما عندهم الديمقراطية لأن إياها, اسمح لي أقولها أبونا. هلا نرجع لموضوع الحج والاستعدادات. هلا إيش بتقدموا للحج اللي بدي يجي زائر من برا, من أوروبا الشرقية الغربية؟ نعم. من نعم. الشرق الأوسط. من نعم. إيش بتقدموا له؟ احنا صراحة اهم واكثر شيء بشوف بنقدمه, بنقدم الموقع زي ما شافه سيدنا المسيح. يا سلام. لكن يا سلام. لكن هناك طلب لخدمات 100%. نعم صحيح. لازم نضمن اعطاء الخدمات بشكل ممتاز لكل زائرنا. بكل صراحة كورونا اثرت علينا جميعا سلبا, لكن انا بنظر للجهة الاخرى من العملة. استغليناها وفكرنا, أول شيء دربنا أدلاء الموقع على حسن استقبال الزائر وقصة المكان, يحكوا من قلبهم زي ما تفضلت أبونا. نعم نعم. وثانيا دربنا 50 دليل مرخص, لأنه مش صح باعتقادي, مش صح أي دليل يحكي عن قصة مكان مقدس. نعم نعم. فإذا بدنا ننجح بالسياحة الدينية واللي هي نوع الدليل له أثر. أثر. والجلال سيدنا بركز, وصاحب السمو الملكي سمو ولي العهد بأكد على هذا الموضوع, الاهتمام بسياحة السياحة الدينية. نتذكر قبل شهر سمو ولي العهد كان عند بضيافة بابا الأقباط. نعم صحيح الثاني. نعم. مبارح كان بشرم الشيخ. نعم. بموضوع الشباب. فالرعاية الهاشمية مذكورة على هذا الموقع بكل أمانة, ولكن بدورنا لازم أكيد نقدم خدمات. زي ما قلت بكورونا علمنا واحدة من الشغلات تدريب الأدلة, وأنا بفضل الدليل الأردني يكون حسب الدلالة اللي بيقوم فيها في adventure tourism, في cultural tourism, في faith-based tourism. تخصص لهذا الدليل هو النجاح. نعم. باعتقاد. والمغطس بده تخصص دقيق, وكل المواقع الدينية صحيح المسيحية أو الإسلامية بده تخصص. نعم نعم. اللي غنية فيها الأردن. نعم صحيح. نسميه متحف مفتوح. ولكن إشي ثاني قمنا فيه, بس أنت يعني للأمانة وأقولها على الملأ, أنت تقدم المغطس بطريقة موثقة, وبتحكي قصة المكان كما تفضلت من قلبك, وشغف هناك, شغف هذا يظهر بنبرة الصوت, بالحركة, بالعفوية اللي بتحكي فيها. بذكرني بدي أخذك على سؤال يعني ثاني, وهو من بين الحجيج وزوار هذا الموقع المقدس, ايش في ابرز يعني ابرز زيارات, ابرز لحظات؟ اذا بتسمح لي اذكر 3-4 انواع من الزوار. بعطيك 4. نعم. نعم. ما بنسى احدى الايام تشرفت اشرح فيها لقداسة البابا فرانسيس
بعد ما استقبلوا جلالة سيدنا وجلالة الملك سمو ولي العهد سمو الأمير غازي. أنا قبل شوي ذكرت إنجيل يوحنا من 18 لـ40. هلا سيدنا المسيح نعرف انه بتعمد في بيت انيا عبر الاردن حيث كان يوحنا يعمد. لكن اذا نقرا باقي الايات من 28 الى 40 نعرف انه سيدنا المسيح جاء اليوم الثاني ليأخذ اثنين من تلاميذه. أندراوس وسمعان الدعوة بطرس وبدأت الدعوة المسيحية أولين. فحكيت هذه الجملة لقداسة بابا بنفس الوقت قلت له أهلا وسهلا فيك قداستك بأخفض مكتشف أثر على وجه الأرض والأقرب إلى السماء. وقداسته تأثر قام بصلاة بسيطة بالموقع وطلب قنية مية فاضية قال أنا حاب أعبي مية بإيدي من هذا الموقع المبارك المقدس. هذه ثانية لن أنساها طول حياتي. بي 3/3 السنة الماضية بدايات كورونا قبل الإغلاق 18/3 جلالة سيدنا جلالة الملك استقبلوا جلالة ملك النرويج. احنا وقتها يعني رتبنا للملك النرويج وأنا تشرفت بأن كلفت يعني بأن أرتب لهذا اللقاء الإسلامي المسيحي. اللي كان وفعلا كانوا سعيدين الملك وملكة النرويج كانوا سعيدين بالزيارة وبرفقة رافقهم سمو الأمير غازي وسمو الأمير علي 100%. سمو الأمير علي كان مرافق الشخصي. وبذكر بعد ما شرحت لأصحاب الجلالة عن بموقع عمات سيد المسيح البقايا وركزت على موضوع آخر كمان إنه 3 من الكنائس اللي بنيوا من قبل المسيحيين بنيوا الفترات الإسلامية. هذه موضوع العهد العمرية تستمر ليومنا الحالي دليل لذلك. أعطيت لأهديت جلالة ملك النرويج هيرولد الخامس هديتين رمزيات مياه مقدسة من نفس موقع عمات سيدنا المسيح ومسبحة الوئام. ولما شرحت عن مسبحة الوئام لجلالة ملك النرويج ورجيت له رسائل مهمة عن الأردن كمان حبيت أذكرها. هي أولا مسبحة الوئام مصنوعة من قبل من خشب الزيتون المبارك وثانيا كانت تصنع بمخيم سوف وتستخدم من قبل ديانات السماوية 3. ولكن قلت هاي رسالة صغيرة كيف الأردن دارت بالها على اللاجئين ليس فقط الفلسطينيين بل السوريون والعراقيين وإحنا الأرمن لجأنا للأراضي المباركة هاي واللي بيعاني بي 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 يعني يقدر جهد المضيف غير شو فهاي وأثرها كان جدا إيجابي. مين إيش في كمان في فترتين أو زيارتين أنا الزيارات يعني غير الزيارات في شغلتين أثروا في كثير صراحة جوز مش حلوة أذكر عنها لكن كان لهم بقلبي مكانه. هو لما جلالة سيدنا بعيد الاستقلال بال2015 كرمني بوسام الاستقلال فهذه أكبر إشي يقلد فيه الإنسان يعني جلالته يكرم من يتعبون ومن يخدمون البلد وأنت بتستاهل أكيد. بس كانت عفواً أقاطعك أبونا كانت سبب لموضوعين دوري البسيط المتواضع بتسجيل موقع أقامة التراث العالمي ودوري المتواضع بوضع المختص على قائمة السياحة الدينية يعني قريبة السياحة الدينية. الله يعطيك العافية. فهذه تكريم لن أنسى أنت وهيئة موقع المختص الله يعطيك العافية. قبل أن ننهي أنا بدي أسمع من أخي المهندس رستم رسالة إلى المتابعين والمشاهدين ورسالة أخرى إلى أحبتنا الكنائس المسيحية في الأردن وفي العالم. ماذا تقول لمتابعينا؟ أولا أحب أقول
أنا وصيتي دائما أحبوا بعضكم، ابدوا جسور المحبة والسلام. أكبر إشي بحبه لأولادي وبوصيهم، أي إشي تشتغلوه اشتغلوه من قلبكم، مش عشان راتب اللي تاخذوه. هذا واحد. وثانيا بالنسبة لسؤالك، بالنسبة للحجاج اللي راح يبلشوا إن شاء الله بالطواف الكاثوليكية وكل الطواف تلحق بعديها طبعا تباعا، إنه السنة هاي بدنا ندير بالنا لشغلتين. إحنا لما عملنا الاجتماع الأمني بحضور ممثلين الكنائس كلها ركزنا على موضوعين: الأجهزة الأمنية واللي بنشكرها دائما، والجيش العربي بديش أنسى حدا، بركزوا على حماية المواطن الأردني بيوم الحج سلامته. فإحنا بهمنا سلامة حجاجنا لهذا السبب. هم أجهزتنا يعني ما شاء الله عليهم لا يقصرون ويوفرون هذه الخدمة بكل أريحية وبإيثار، برفعوا الرأس. صحيح. ماذا تقول لإخوتنا المسيحيين في العالم قبل أن ننهي؟ في العالم أكيد قد ما حكينا عن الموقع، مش زي لما تيجوا تزوروه تمشي بخطى الأنبياءنا ورسلنا، تقروا الإنجيل تشاهدوا الإنجيل ما هو مكتوب بالكتاب المقدس. أما بالنسبة للحجاج بدهم يأموا قريبا الأردنيين والمواطن والعايشين على أراضي مملكتنا الحبيبة، بقولهم عشان صحتكم برجوكم التزموا بأوامر الدفاع، شهادة المطعوم والتباعد والكمامة. هذه لما عملنا الاجتماع الأمني كانت من الشغلات طلبنا منهم الكنائس بكل محبة. لا تزعلوا منا إذا الأعداد كانت أصغر السنة هاي، لكن الهم الأكبر تبعنا هو حماية المواطن الأردني وصحته. فبشكرك على أسئلتك أبونا. العفو كيف. العفو. شرفتنا. شكرا الأخ الفاضل رستم بيك مكجيان، مدير هيئة موقع المغطس. ولكم أحبتي، إذ نصل إلى نهاية هذا الحج بالروح إلى المغطس من عمان التي أحبت المغطس والتي ترعى هذا المغطس وتعتني بهذا المغطس وتحمل رسالة المغطس إلى العالم كله، نقول لكم جميعا بروحية المعمودية وروحية نهر الأردن بأن هذا الظهور الذي حدث في الأردن عند نهر الأردن عند النهر الأقدس هو قداسة للمكان وهو قداسة لهذا الزمان، ونتمنى لكم أن يكون قداسة لكم وللإنسان كل إنسان. ظهرت السجدة للثالوث عند النهر المقدس في هذا المساء. أطلب من الله العلي القدير الذي أحب الأرض الأردنية وباركها وقدسها بمجيء الكلمة المتجسد السيد المسيح الذي اعتمد هنا على يد نبي الأردن يوحنا المعمدان، أطلب لكم جميعا البركات والأمن والأمان والراحة والعافية. دمتم بخير، وإلى لقاء في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين أقول لكم أسبوع مبارك وأعياد مباركة، وإلى اللقاء.